وأيضا للوقوف عند هذه الزيارة من الحرم المكي معنا مراسل الحدث علي الشريف. صباح الخير علي وأهلا بك معنا. كيف يمكن وصف اليوم انسيابية حركة الحجاج في جسر رمي الجمرات؟ صباح الخير. صباح النور. بالفعل يعني اليوم ما نرصده هنا في في الحرم المكي وتوافد الحجاج إلى منطقة الحرم المكي سواء عن طريق الحافلات الترددية أو عن طريق بعض من قرر الذهاب هناك انسيابية كبيرة نشاهدها في تنقلاتهم من مشعر منى إلى باتجاه الحرم المكي. أيضا الصورة هنا في الحرم المكي العديد من الخدمات التي تم أو خطة تم العمل عليها خلال هذه الأيام سواء بتخصيص بوابات للدخول وهناك بوابات أخرى للخروج لضمان دخول الحجاج إلى الحرم المكي وخروجهم بكل يسر وسهولة. نتكلم على منظومة صحية تعمل هنا في الحرم المكي سواء بالمستشفى الحرم المكي أو بالمراكز الصحية الثلاث التي تعمل في التوسعات وأيضا هناك العديد من الخدمات التي يقدمونها لحجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم هنا في الحرم المكي. لو تكلمنا أيضا على جهود كبيرة تعمل عليها القطاعات الأمنية والقطاعات الخدمية هنا في الحرم المكي، كل هذه تعمل من أجل راحة وطمأنينة وانسيابية الحجاج أثناء تواجدهم في الحرم المكي أو في المشاعر المقدسة. نعم. وبالتالي هل تطلعنا يعني على آخر ما يقوم به الحجاج يعني من أجل الانتهاء من أداء مناسكهم؟ بالفعل جزيل اليوم هو أول أيام التشريق، هناك نسبة من الحجاج الذين لم يستطيعون أداء طواف الإفاضة يوم أمس، فبالتالي الفرصة اليوم أمامهم متاحة لأداء طواف الإفاضة. وأيضا هناك من كان قد قدم اليوم للصلاة في المسجد الحرام، وبالتالي هناك وأيضا الفريضة التي يؤدونها اليوم الحجاج هي رمل الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد ذلك يعودون إلى المبيت في منى استكمالا لتمهيدا ليوم غد للمتعجلين برمي الجمرات الثلاث وذلك بمغادرة منى قبيل مغرب الشمس والقدوم هنا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع للمتعجلين. أما القسم الآخر من الحجاج غير المتعجلين فيواصلون الرمي في ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق وفي اليوم الثالث من ثالث أيام التشريق يقدمون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. نعم جزيل. نشكرك على كل هذه التوضيحات ولهذه المرافقة لنا من الحرم المكي مراسل الحدث الزميل علي الشريف.